السيسي يشدد على أولوية قطاع الاتصالات بخطط الدولة لدوره في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. السعودية تدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار نجران. والحكومة البريطانية تؤجل تصويت مجلس العموم على مشروع قانون بريكزيت. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، وجه السيسي بتكثيف العمل فيما يتعلق بخطط التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد لرفع القدرة التنافسية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة السياحة، وجه السيسي بمواصلة عملية التطوير الشامل لمنطقة المنتزه في إطار تصميم سياحي عالمي يتسق مع قيمة هذه المنطقة وليساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالأسكندرية. كما وجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة لمشروع المتحف المصري الكبير ومشروع المتحف القومي للحضارة بمنطقة عين الصيرة، وكذلك الانتهاء من الخدمات ذات الصلة في هذه المشروعات قبل بدء التشغيل. أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوات للحصول على ختم المساواة لقطاع السياحة، وذلك لتمكين المرأة داخل القطاع، لتعد بذلك مصر من أوائل الدول التي تطلق هذا الختم. نتابع المزيد في هذا التقرير. أعلنت وزارة السياحة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن خطوات الحصول على ختم المساواة لقطاع السياحة. ختم المساواة هو جائزة يمنحها خبراء تابعون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بناء على تقييمهم لاهتمام قطاع السياحة بتمكين المرأة وفقا لشروط معينة. لحصول على ختم المساواة، أول شيء المؤسسات بدأت تراجع سياستها الداخلية. أول شيء تشوف نسبة التوظيف، هل هي متساوية بين الجنسين؟ وصول المرأة في مراكز القرار، هل هي متساوية بين المرأة والرجل؟ قوانين العمل، هل بتعطي للمرأة والرجل المساواة بمجال الفرص ومجال العمل؟ يعني يقدروا يشتغلوا نفس الشغل بنفس الوقت ونفس المعاش. بعدين هل المؤسسة عندها خطة لتنمية موضوع المساواة بين الجنسين بالمؤسسة؟ هل هالمؤسسة عندها ميكانيزم، عندها قانون أو وسيلة لمكافحة التحرش بالمرأة في مكان العمل؟ يأتي تمكين المرأة ضمن الأهداف التي يسعى إليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي يرتكز على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة، بالإضافة إلى أهداف أخرى مثل الحفاظ على البيئة والتحول الرقمي. ختم المساواة الحقيقة بيتطلب بعض الأمور، منها أنه يبقى فيه عدم تمييز لما بنبص على الدخول من السياحة للمرأة والرجل، فيها ان المكان اللي بتشتغل فيه او بتعمل فيه المرأة يبقى مكان لائق. فيه كثير من المتطلبات
وفي الفترة الجاية هيبقى في دعم فني من المجلس القومي للمرأة ومن الأمم المتحدة لتشجيع المنشآت السياحية للحصول على هذا الختم. حاجة تانية مهمة جدا إنه الختم هو الحقيقة ليس إلزام، ولكن المنشآت المختلفة بتتطوع إنها تحصل عليه. وإحنا بنغير رؤية العالم لمصر، الحقيقة فكرة إن يبقى فيه اهتمام بالمرأة في قطاع السياحة، أعتقد إن ده بينقل نظرة مختلفة عن هذا القطاع. الفكرة الأساسية هو إن إحنا نقول للعالم إن قطاع السياحة قطاع يهدف إلى المساواة بين الجنسين، حماية المرأة داخل القطاع من كل أشكال العنف، في مساواة في الأجور، في تدريب وتأهيل لوصول لمراكز صنع القرار، وفي حماية داخلية وخارجية. يعني كمان لما تنزل لنا السيدة داخل الأوتيلات السائحة، داخل الأوتيلات والفنادق بتاعتنا، يبقى في نوع من البروتكشن أو الحماية لهذه السائحة، وبنقول إن إحنا كمان بنحافظ على أمن وأمان هذه السائحة داخل القطاعات المختلفة بتاعتنا. عايزين زيادة في نسبة تشغيل البنات جوه القطاع. يأتي ختم المساواة كأداة تشجيعية للمؤسسات والمنشآت السياحية في مصر التي تساهم في تمكين المرأة وتنظر إلى المرأة بشكل مختلف ليساهم في تطوير قطاع السياحة. تنوه شركة تذكرتي بأنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة الأمم الإفريقية 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأي حال من الأحوال، علما بأنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع شخص غير المعني فسوف يتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على التصدي لجميع محاولات السوق السوداء والنهوض بالمنظومة الرياضية. وفي السياق ذاته أكد مصدر مسؤول بأنه تم وضع ضوابط لبيع تذاكر بطولة الأمم الإفريقية بحيث لا يحق لأي شخص بيع التذكرة أو التنازل عنها، وذلك بعد شرائها من خلال منظومة بيع التذاكر الجديدة المعروفة باسم تذكرتي. وأضاف المصدر أن هذا القرار جاء لمنع بيع التذاكر بالسوق السوداء وضمان وصولها للمواطنين بالسعر الذي حددته اللجنة المنظمة، حيث ستمنع المنظومة الجديدة دخول أي أحد غير صاحب التذكرة من دخول المباريات.
أعلن التحالف العربي في اليمن عن تدمير السعودية طائرة بدون طيار تحمل متفجرات أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه مطار نجران جنوبي المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات. وأوضح المالكي أن الطائرة حاولت استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا. طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم وثابت ضد إيران. جاء ذلك في رسالة بعثت بها السعودية إلى مجلس الأمن تفند فيها تصرفات إيران في المنطقة وسلوكها المتهور المتمثل في جر المنطقة إلى وضع خطير، مؤكدة استمرار النظام الإيراني في دعم أجنحته المسلحة بالمنطقة وتعديه على السلام والأمن الدوليين وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم. شددت السعودية أيضا في رسالتها على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب. قال مجلس الأمن الدولي في إيران أنه أبلغ جميع المسؤولين الأجانب الذين زاروا طهران سرا وعلانية بصعوبة الدخول في مفاوضات مع واشنطن. وأوضح متحدث باسم المجلس أن إيران بعثت برسالة قوية بأن صمود الشعب الإيراني مستمر وأن المفاوضات مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة لن تحفظ حقوق إيران. عارض مجلس الفيدرالية الروسي إرسال الولايات المتحدة 10,000 من عسكريها إلى الشرق الأوسط. وحذر المجلس من أن التحرك العسكري الأمريكي سيؤجج حالة التوتر في المنطقة حيث يعد بمثابة قرع طبول الحرب، داعيا إلى ضبط النفس وخفض لهجة التهديدات بين واشنطن وطهران. لا تزال إذن لغة التهديد بين واشنطن وطهران هي المسيطرة على المشهد، ففي وقت بدأ البنتاغون في دراسة إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة لردع النظام الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الرئيس دونالد ترامب مصمم على تغيير نهج النظام الإيراني. نتابع المزيد في هذا التقرير. طبول الحرب لا تزال تقرع في منطقة الشرق الأوسط، ولغة التهديد والتحذير المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران آخذة في التطور في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة. فبعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته إرسال جنود إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، أكد مسؤولان أمريكيان أن البنتاغون يدرس طلبا من الجيش لإرسال آلاف الجنود إلى المنطقة في مسعى لكبح سلوك النظام الإيراني وردعه. في المقابل لا يبالي المسؤولون الإيرانيون بالتهديدات الأمريكية، وخرج نائب قائد الحرس الثوري الإيراني ليؤكد أن جميع السفن بما فيها الأمريكية في الخليج العربي والمنطقة الشمالية في مضيق هرمز تحت سيطرة طهران بالكامل. كما أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أنها ترصد بيقظة ما وصفتها بالتحركات الشريرة من جانب قوى الهيمنة في المنطقة، وستواجه مطامع من أسمتهم بالأعداء برد صاعق. ضغوط الإدارة الأمريكية المتزايدة على طهران دفعت الرئيس حسن روحاني إلى الاعتراف بأن تلك الضغوط هي الأشد على مدار تاريخ بلاده، منددا بمخططات الولايات المتحدة للنيل من الاقتصاد الإيراني عبر استهداف العلاقات المصرفية وتصدير النفط. وفي خضم تلك الأحداث خرج المرشد الإيراني علي خامنئي بتصريح يكشف عن مدى الانقسام داخل البيت الإيراني، أكد فيه أنه لم تكن لديه قناعة كاملة بالطريقة التي تم بها تنفيذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيرا إلى أن الرئيس روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف لم يقوما بواجبهما كما ينبغي لتنفيذ الاتفاق.
أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الجيش نبهت سكان محافظة إدلب الخاضعة غالبا لسيطرة الجماعات المسلحة ببدئها عملية عسكرية واسعة لاستعادة المنطقة. وألقت مروحيات تابعة للجيش بشكل مكثف قصاصات ورقية على قرى ريف إدلب تطالب السكان المحليين بإخلائها قبل بدء معركة تحرير إدلب الكبرى، وذلك يأتي عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وعناصر إرهابية في محيط بلدة كفر نبودة الاستراتيجية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الإرهابيين أطلقوا 4 صواريخ من الراجمات باتجاه قاعدة حميمين في سوريا. وقالت الوزارة الروسية أنه تم تدمير منصة إطلاق الإرهابيين في منطقة تخفيض التصعيد في إدلب من قبل سلاح الجو الروسي، كاشفة عن أن الإرهابيين استهدفوا محطة الطاقة في حماة ب5 قنابل تم إطلاقها من طائرة دون طيار بدون وقوع إصابات، كما قتل 140 إرهابيا أثناء محاولتهم اقتحام بلدة كفر نبودة الحدودية بين حماة وإدلب في سوريا. شن الجيش السوري ضربات مكثفة على محاور تحرك مجموعات إرهابية في ريفي إدلب وحماة ردا على تجديد خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتداءاتها على النقاط العسكرية والقرى الآمنة. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدة من الجيش نفذت ضربات مدفعية مركزة على محاور تحرك الإرهابيين التابعين لتنظيم فتح الشام في بلدتي بريفي إدلب والجنوبي وحماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من العناصر الإرهابية وتدمير آليات وعتاد لهم. أحبطت القوات العراقية هجوما لتنظيم داعش على حقول النفط شمالي البلاد، واشتبكت القوات مع مجموعة من إرهابي داعش حاولوا استهداف نقاط حماية حقول نفطية بمحافظة صلاح الدين، حسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي التي أكدت مقتل جميع عناصر هذه المجموعة الإرهابية. أعلنت السلطات العراقية عن مقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار. وقالت خلية الإعلام الأمني إن السيارة التي انفجرت كانت بقرب من مرآب بمنطقة الكرابلة في القائم. أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية عن وصول 4 طائرات مقاتلة كورية إلى البلاد. وقالت القيادة في بيان مقتضب إن الطائرات تم تسليمها وفقا للعقد الموقع بين بغداد وكوريا الجنوبية. أعلنت وزارة الداخلية الروسية انخراط أكثر من 3500 روسي من بينهم 700 امرأة في جماعات إرهابية بسوريا والعراق وأفغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الوزارة إن هذه العناصر ما زالت موجودة في الأراضي السورية والعراقية والأفغانية، ويتم التنسيق مع حكومات هذه الدول لملاحقتهم والقبض عليهم. يحتفل لبنان اليوم بالذكرى 93 لإعلان الجمهورية ووضع الدستور الخاص بالبلاد الذي تشكل بموجبه مجلسان للشيوخ والنواب.
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما زالت تبقي على دعمها القوي للاستمرار في عملها الإنساني والخدمي المقدم لملايين اللاجئين الفلسطينيين. نددت الوكالة بتصريحات بعض المسؤولين خلال جلسة لمجلس الأمن الذين وصفوا الأونروا بأنها فاشلة وأنها في الرمق الأخير، مشددة على رفضها تحميلها مسؤولية فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. يمثل القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أمام الادعاء الفرنسي في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد حول ملف ترشيح قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، وذلك بعد يوم من توجيه القضاء الفرنسي تهما بالفساد إلى رئيس مجموعة بي إن سبورتس يوسف العبيدي والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياب. حذف موقع جوجل الشهير تطبيقا من متجره في منصة جوجل بلاي على الإنترنت يحمل اسم يورو فتوى. وأوضح المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية احتواء هذا التطبيق على فتاوى تحرض على العنف والكراهية للإخوان يوسف القرضاوي، وهو المطلوب الأول في القائمة التي أعلنتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين للإرهاب قبل عامين. وتضمن التطبيق المحذوف إشارات مهينة للفئات غير المسلمة فضلا عن الحض على العداء والكراهية للآخرين، وتداول فتوى تحذر المسلمين في أوروبا من العمل في بعض الأماكن مثل المطاعم والبنوك الغربية. أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان نتائج مفاوضاتها مع المجلس الانتقالي العسكري حول هيكلية السلطة في الفترة الانتقالية. وذكرت قوى الحرية والتغيير في بيان لها أنه تم الاتفاق على صلاحيات ومهام السلطات الانتقالية الثلاثة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وبرلمان انتقالي تكون نسبة مقاعد المدنيين في 67% على الأقل. وأضاف البيان أن الخلاف الوحيد يدور حول تشكيل المجلس السيادي الذي تمسك المجلس العسكري بضرورة أن يكون الغالبية فيه ورئاسته للعسكريين. دعا تجمع المهنيين في السودان إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد وسط توقف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة. وأوضح البيان الذي أصدره التجمع أن المتظاهرين يريدون التنديد بما أسموه رفض المجلس العسكري التخلي عن السلطة لمجلس السيادة الذي اتفق عليه الطرفان بالفعل لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية. انتقد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا إن تركيا تعيش حاليا في فوضى وأنه يجب تصحيح مسار البلاد. وخلال مشاركته في إفطار رمضان في العاصمة أنقرة بصحبة عدد من النواب السابقين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، اعتبر أوغلو أن تركيا تعيش أجواء غاية في التشاؤم نتيجة التردي الاقتصادي المستمر منذ فترة والخطابات السياسية المتوترة، وأكد ضرورة
عدم استغلال الدواعي الأمنية لقمع الحريات والتنكيل بالمعارضة السلمية. طالب عضو الكونغرس الأمريكي ستيف واتكنز النظام التركي بتغيير سلوكه في الشرق الأوسط وخاصة في الأزمة السورية، متهما أنقرة بالعمل على تأجيج الأزمة وليس المعاونة في حلها. وأكد واتكنز في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس حول مستقبل سوريا أن تركيا تتدخل بشكل سلبي معظم الوقت في الأزمة السورية، مما يضع الكثير من العقبات أمام الحل السلمي، مضيفا أن أنقرة تغير مواقفها سلبا وإيجابا بشكل غير متوقع حتى في تعاونها مع روسيا داخل سوريا. يواصل الناخبون في بريطانيا وهولندا التصويت بالانتخابات الأوروبية، ومن المقرر أن يصوت أكثر من 400 مليون ناخب أوروبي حتى نهاية الأحد المقبل في دول الاتحاد 28 لاختيار 751 نائبا في برلمان القارة، وسط مخاوف من تصاعد اليمين المتطرف في أنحاء أوروبا وتنامي غير مسبوق للتيار المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية والاتحاد الأوروبي ذاته. يحاول إذن الأوروبيون حسم أمرهم حول اختيار مرشحهم الأفضل الذي سيعبر عن آرائهم وقراراتهم أمام العالم، خاصة في الفترة الحالية والتي وصفت بأنها الأكثر حرجا وخطورة منذ نشأة البرلمان الأوروبي وإجراء انتخاباته الأولى عام 79. المزيد حول المرشحين نتابعه في العرض التالي. Thank you.
يعتبر البرلمان الأوروبي هو المؤسسة الديمقراطية الوحيدة متعددة الجنسيات، من اختصاصاته المشاركة في سن القوانين المتعلقة بالمواطنين الأوروبيين وتحديد الميزانية العامة. تمتلك ألمانيا أكبر نسبة من النواب ب96 نائبا. البرلمان الأوروبي مؤسسة ديمقراطية وحيدة متعددة الجنسيات في العالم، مقره الرئيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل والفرعي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. عدد الأعضاء 751 نائبا. عدد النواب سينخفض إلى 705 نائب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يتم انتخاب أعضائه منذ عام 1979 في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يتم تنظيم الانتخابات كل 5 سنوات. لا يوجد قانون انتخابي موحد. الدول الأعضاء تنظم الانتخابات حسب قوانينها. داخل البرلمان يوجد أكثر من 200 حزب ضمن قتل أو مجموعات. دور البرلمان الأوروبي: المشاركة في سن القوانين المتعلقة بحياة أكثر من 500 مليون مواطن أوروبي. السلطة في تحديد الميزانية العامة بمشاركة من مجلس الاتحاد الأوروبي. يقوم بمراقبة جميع الخطوات المتبعة من أجل تعيين رئيس المفوضية الأوروبية، ويملك صلاحية حظر أو وقف أعمال هذه المفوضية. توزيع المقاعد حسب الكثافة السكانية لكل دولة في الاتحاد الأوروبي. ألمانيا لها 96 نائبا في البرلمان. فرنسا في المرتبة الثانية ب74 نائبا. أما الدول الصغيرة مثل قبرص ولوكسمبورغ وأستونيا ومالطا فلا يتجاوز عدد ممثليها 6 نواب. يملك كل مواطن أوروبي الحق في الترشح لخوض الانتخابات الأوروبية. قررت الحكومة البريطانية تأجيل التصويت الحاسم على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقررا في 3 يونيو، عقب احتجاجات من مؤيدي بريكزيت بسبب تنازلات قدمتها رئيسة الوزراء تريزا ماي. وصرح المسؤول في الحكومة البريطانية مارك سبنسر أمام النواب بأنه سيتم إطلاع مجلس العموم على مشروع قانون اتفاق الانسحاب عقب إجازة البرلمان في 4 يونيو المقبل. كانت ماي عرضت أمس مجموعة من إجراءات التسوية التي تهدف إلى الحصول على دعم حزب العمال المعارض. في ختام هذه النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أنباء. السيسي يشدد على أولوية قطاع الاتصالات بخطط الدولة لدوره في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. السعودية تدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار نجران. والحكومة البريطانية تؤجل تصويت مجلس العموم على مشروع قانون بريكزيت. إلى هنا نصل لختام هذه الجولة من الأخبار، لكن دوما بإمكانكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإخباري extranews.tv. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.